مرحبا يا أصدقائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شارع الحياة. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا ننطلق. ترتدي قمر الكمامة في معظم الأوقات التي تكون فيها برفقة أحدهم، ولكن سامي لا يفعل ذلك دائما، وحين تطلب منه قمر أن يضعها يرفض ذلك بحجة أنها طالما هي ترتديها فهو سيكون بأمان. ليس هذا فقط، بل حين تطلب منه أن يغسل يديه بالماء والصابون يقوم بذلك بسرعة وبدون أي انتباه. ها، هل أنت راضية الآن يا قمر؟ غسلت يدي. لا يا سامي، يجب أن تغسلهم بشكل أفضل، هكذا قالت الآنسة رشا. عزيزتي قمر، يجب أن تغسلي يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وأن تضع الكمامة في كل الأوقات عندما تختلطين مع أناس آخرين، وأن تعقمي يديك أيضا. حاضر يا آنسة رشا، ولكن ما الفائدة من ذلك؟ الهدف من ذلك يا عزيزتي هو أن نحمي أنفسنا وأن نحمي الآخرين. وشرحت الآنسة رشا لقمر كيف يعمل فيروس كورونا، وكيف ينتقل من خلال الأسطح ورذاذ النفس، وكيف أن ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي وغسيلها بالماء والصابون يقلل احتمال الإصابة به. تخبر قمر سامي عما دار بينها وبين الآنسة رشا، وعن أهمية العناية بالنظافة الشخصية وخاصة في هذا الوقت. الآن فهمت يا قمر، نحن نقوم بذلك لحماية أنفسنا والآخرين، ولذلك يجب أن نقوم بهذه الإجراءات بشكل جيد. أجل يا سامي، أحسنت. وهكذا يا أصدقائي تعرف سامي وقمر على ما يجري من حولهم وعن سبب ما يحدث أيضا. إلى أن نلقاكم في حلقتنا القادمة، كونوا جميعا بخير.